is the new church, our new church in Laval, Archangel Michael and Saint Mercurius Laval. And this is the new building, this is the surrounding. We have huge parking, huge church. This is the neighborhood. And we're going to go live with His Grace Bishop Bulus to update us on the construction of this new project. Salam ya Sayyidina. انتوا شايفين الحته اللي قدام خالص اللي فيها الشباك دي كده، ده حضن الاب، ده حضن الاب. ومن اليمين ومن الشمال هنشوف اتساع الكنيسه قد ايه. اتفضلوا معايا واحده واحده نشوف الكنيسه. كل ده دلوقتي الكنيسه كلها خلصت. الكنيسه اول لما تدخلوا في ناتشرال لايتس، في شباكين كبار اديكم شايفين ادي شباك، وعلى الناحيه الثانيه في شباك زيه، وده النور الطبيعي بتاع الكنيسه. وده كان من ضمن الديزاين المهم قوي قوي. وبعد كده بنخش، يعني كل ده اتساع الكنيسه، وكل الكنيسه كل ده من اول ما دخلنا لغايه المكان اللي انا هقف عليه، ده هو صحن الكنيسه. يعني لكم ان تتخيلوا كده، هوريكم الاتساع قد ايه. ودي وهنا هتبقى في اوضه للشمامسه، وهنا هتبقى في اوضه للمكتب بالنسبه للاحتياج اللي هنحتاج له، ان كانت اوضه لابونا او اوضه للجنه. لو شفتوا معايا كده اتدورتوا معايا في اخر الكنيسه فوق، ده الميزانين فوق، البلكون الميزانين. وده بيسع ل حوالي 45 فرد. فنشكر ربنا، ده الكنيسه فوق، كنيسه جميله جدا جدا جدا. ربنا يبارك. وهوريكم دلوقتي هننزل البيزمنت وهنشوفها حته حته. مبروك على شعب لافار، ومبروك على كل الابروشيه، كنيسه الملك ميخائيل وابو سفير. اتفضلوا معايا في البيزمنت علشان نشوف. سيدنا المكان هنا ياخد يسع قد ايه؟ 450 فوق، وفي الميزانين يعني حوالي 500 نفر. ونشكر المسيح 500 نفر ليجلي، وتحت بيعملوا زيهم بالظبط في البيزمنت. يعني الكنيسه كلها هتخش في حوالي 800 نفر بنعمه المسيح فوق وتحت. لكن احنا المين تشيرش اللي هي الفوق دي كده هتسع حوالي من 450 ل 500 نفر بنعمه المسيح. هنا من ضمن الحاجات الكويسه برضه، هنا هيبقى دخول من الباب، هنا الاسانسير هيطلعوا يقدر يطلعهم على المين سيرش او ينزلوا تحت في البيزمنت. الاسانسير هيخدم على الثلاثه ليفلز دول.
وممكن من خلال السلم هنا يبقى في ابروتش للميزانين من فوق. لو ده الميزانين زي ما انتم شايفين مساحة كبيرة جدا، مساحة الميزانين بتبتدي من أول الشباك ده كده، ولكم أن تتخيلوا من أول هنا لغاية السور الخشب اللي قدام. يعني عشان أوريكم خليك هنا عادي كده ونوريكم المساحة كبيرة. ميزانين كبير قوي قوي، واخد باتساع الكنيسه كلها، وده الكنيسه من فوق، ودي القبه والشبابيك بتاعه الكنيسه. كنيسه تصميمها جميل جدا جدا جدا، وحاجه ربنا يبارك. اتفضلوا معايا ننزل البيبي والشكوك افضل من كده كمان. Ja, dat is het. دي اول الكنيسة اللي شفتها.
نفتح الكنيسة. هنا برضو الأوض بتاعت هنا بيبقى فيه برضو الواش روم، هيبقى فيه واش روم. بدأ الفينيشنج اهو، بيركبوا الخرايط وبدأ الفينيشنج بتاع البيزنس ان شاء الله. يمكن قدام بس هم مش سامحين لنا ان احنا نطلع قدام. ده الفينيشنج بتاع البيزنس كله بالوول بتاعته في اخر اللمسات دي. ربنا يبارك. قول لنا كلمة أخيرة عن نيافتك، توقعاتك إيه بالنسبة للكونستراكشن؟ الدخول إمتى والصلاة إمتى هيكون فيه إن شاء الله؟ إن شاء الله إحنا كنا عجمالين، بس هو طبعاً الكوفيد كل حاجة اتعطلت. وزي ما قلت لكم إن كنيسة تقوم في الكوفيد في حد ذات يعني في حد ذاته ده معجزة كبيرة قوي قوي قوي. فنشكر ربنا إن إحنا وصلنا لغاية الديجري ده كده بالصليب. تكاد تكون الكنيسة خلاص يعني الفينشنج بتاعها بدأ. هنبتدي إن شاء الله في البيزمنت الأول، يعني البيزمنت هنستلمه توتالي كويت وهنبتدي نصلي فيه. على حسب الكونتراكتور، هو لسه ما قالناش تايم معين بسبب الكوفيد وبسبب إن الحاجات كلها غليت وبسبب إن برضو إن you know that in COVID everything is shifted لقدام. المفروض كنا هنستلمها في شهر 6، لكن هم دلوقتي حقيقي شغالين بريت كويس قوي قوي قوي، فلسه ما خدناش ديدلاين. لكن هم علشان السكيورتي والحاجات دي كده، هم اهم حاجه ان الميكانيكس والالكتريستي والحاجات دي كلها خلصت، وكله دلوقتي الفانكشن بتاعت الوولز كلها، وده جبرك وبياخد وقت بسيط خالص خالص. سيدنا مبروك على شعب لافال ومبروك على الكنيسه. سيدنا انت كنت نيافتك كنت بتقول لي ان حصل فيه تغيير في البادجت يعني بتاع كونستراكشن عشان الماتيريال بيغلى. طبعا هم يعني ليتلي اخبرونا ان في بسبب ان كل الماتيريالز غلت، علشان كده هم بداوا يغيروا، لان هم برضو مضطرين لان في الكوفيد يعني اتليست حاجه واحده بس، بند واحد بس، ان الخشب زاد بنسبه 30%، الجبروك زاد كتير. فبنعمة المسيح انا اتمنى اقول ان الهي غني وهيكمل اللي بدا بكل العمران ده كده، قادر ربنا ان هو يكمل كنيسته. بركه صلواتكم وتعظيماتكم. انا حبيت بس اعمل الفيديو ده علشان اوريكم ان عمل الله بالرغم من كوفيد الدنيا متقفله كلها، عمل الله ان الكنيسه تكون بالعظمه دي وبالجمال ده كده. ده عمل الله. الله يبارككم ويحافظ عليكم، ومبروك تاني مره لشعب لافا، ومبروك على كل الدايسيز ان في كنيسه من فروم اي تو زد اتعملت في نعمه المسيح وبالطراز الابني الجميل. يو كان كومبير يعني مثلا فور اكزامبل مثلا جنبنا كنيسه اهي دي انجليكان، يو كان كومبير مثلا ما بيننا وبين الكنيسه دي حاجه كويسه قوي. يمكن سوفينير فيها ثلاث كنايس جنب بعض، وده حاجه يعني ماديه إضافة لكنيستنا، إدت إضافة كبيرة جدا جدا للمكان من حيث الشكل المعماري، من حيث إن الكنيسة وتواجدنا في منطقة سوفينير. ربنا يبارك ويبارك في حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. فعيش وتعمر يا سيدنا. في الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بوجه الكلمة دي لشعب كنيسة الملاك الجليل ميخائيل والشهيد أبو سفين بلافال، ولكل محبي الملاك الجليل ميخائيل والشهيد ابو سفين في كل مكان، في مونتريال واوتوا وشرق شرق كندا، في كل الابروشيه. نلاحظ ان شغالين تحت، يعني شغالين تحت عشان بنعمه ربنا عايزين نفتتح الكنيسه قريب، وخلاص فضل يعني ايام معدوده ربنا يسهل. وبعد كده
هننقل في كنيسة فوق. انا ليه بسجل الفيديو ده دلوقتي؟ اولا عشان نفرح قلبكم بالحاجات اللي حصلت، وده بفضل ربنا ان المشروع اللي بقاله 20 سنة بيفكر فيه شعب لافال تحقق على وش سيدنا محبوب نيافة الأنبا بولس، اللي هو بيعمر القلوب روحيا وبيعمر المباني والطوب. هو بيهتم بعملية المباني قوي قوي، وعلى وشه الحلم ظهرت الكنيسة في عهده لما جالنا هنا في مونتريال ومسك عملية المباني. ربنا يبارك فيه ويديله الصحة. احنا بس اليومين دول عايزين يعني ترفعوا صلواتكم اكتر، وبنطلب ان يعني مثلا تعددوا الكنيسة وتبرعاتكم اكتر شوية، لان اللي بدأ بقى يعني يكمل، وما بدأ ما بقى الا القليل، يعني عملنا الكثير وفاضل القليل، وده بيعتمد على تبرعاتكم وصلواتكم. احنا في الحقيقة ربنا يقول لك من يدك اعطيناك، فربنا عنده كثير وربنا غني، والبركة بتاعته وبركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. الكنيسة هتتبني هتتبني، فالحق احجز، يعني ايه، حط لبن، طوبة، حط طوبة، شارك في العمل. اذا كنت شاركت مرة ولا اتنين برضو ثالث ورابع لحد ما الكنيسة تنتهي، خد بركة المبنى. هو المبنى زي بقول هينتهي هينتهي وتكمل الكنيسة، لكن اسرع وشارك وساهم بالمبلغ اللي هو يعني ناقص ده، مليون يعني برضو مليون دولار ده مش مبلغ قليل كتير، وربنا احنا واثقين ان ربنا هيبارك فيكم وفي تبرعاتكم. واحنا دايما بنقول في أشيط القرابين: كما قبلت قرابين هابيل الصديق وذبيحة ابراهيم وفلسي الارملة. فلسي الارملة يعني الفلسين، ربنا بيقبل الفلسين دي على قد ما تقدر ربنا يديك. ربنا بيقبل العطايا الكبيرة والعطايا الصغيرة. ربنا يبارككم، وعايزين صلواتكم وتبرعاتكم ودعواتكم لربنا يكمل هذا المبنى على خير، وان شاء الله كلنا نفرح بيه ويبقى يعني مبنى جديد جدا لكل الكروشيه. ربنا معاكم وربنا يخليكم، وكل بقى كل كنيسه وانتم طيبين. مش هتبقى الكنيسه الاولى والاخيره، هتبقى ان شاء الله في كنائس ثانيه وثالثه لحد ما يكون في كل بيت مننا كنيسه. ربنا معاكم وكل سنه وانتم طيبين. شكرا.